السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من حي الشيخ جراح وتحديدا أمام الأرض التي أصدرت بحقها يوم أمس محكمة الاحتلال العليا قرارا بالمصادرة. هذه الأرض تبلغ مساحتها ما يقارب 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح، تم إعلان مصادرتها لصالح بلدية الاحتلال، وهي أرض تعود لعدة عائلات مقدسية منهم عائلة عبيدات وأيضا عائلة عودة وجد الله وعائلة منصور. نتحدث عن تفاصيل هذا القرار، قرار المصادرة. معنا هنا أستاذ كمال عبيدات أحد ملاك الأرض. السلام عليكم، يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله. هلا. نتحدث نحن عن أرض هي في مقدمة حي الشيخ جراح، وتحديدا الحي الذي يعني مهدد حتى الأحياء السكنية فيها بالمصادرة والإخلاء من قبل الجمعيات الاستيطانية. تخبرنا عن تفاصيل قرار محكمة الاحتلال يوم أمس. يعني قرار المحكمة العدل العليا الإسرائيلية يوم أمس كان بناء على استئناف من صادر من ملاك الأرض قرار للمحكمة المركزية أنه وافقت على مصادرة الأرض لصالح بلدية الاحتلال للعمل حديقة عامة. مطالبة المصادرة كانت من قبل أصحاب أرض مجاورين، أصحاب شركة ماهي للشرق الأوسط للفنادق اللي هي كانت تملك شركة فنادق الرشيد، هي اللي محاذية لأرضنا. فهذه الشركة البلدية ما قدرتش انها تصدرها، فطلبت انه وافقت على انه ترفع نسبة بناء الفندق من 18000 متر ل 36000 متر، مقابل انه اصحاب الفندق يطوروا الارض هاي ليعملوها حديقة عامة ويدفعوا التعويضات في صندوق المحكمة لاصحاب الارض. طبعا التعويضات مرفوضة جملة وتفصيلة عنا، وبناء على ذلك الاحتلال يعني استطاع بيد مستوطنين يتكلمون العربية بالعربي انه يصادر الارض هاي، وهو الشخص صاحب شركة ماهي عنده شركاء مخفيين، ولكن هو عبد الحكيم طوطح صاحب. تحدث عن ارض بجوار هذا يعني مخطط الفندق، يعني هل ستكون هذه الارض هي تابعة للفندق ام انها لبلدية الاحتلال بشكل كامل؟ المصادرة لصالح بلدية الاحتلال، وكانت الطلب باسم شركة ماهي، ولكن كان المحاميين من تل أبيب محاميين بلدية الاحتلال، وهذه الأرض رح تروح للاحتلال كمرافق عامة. هم بيدعوا أنه حديقة عامة، ولكن شمعون الصديق ما يدعون به. شمعون الصديق هو مجاور، والحي المستهدف كله، يعني كل حي الشيخ جراح حي مستهدف، وهذا الموضوع يعني امتداد للحي المستهدف أنه يصادروه ويضعوا اليد عليه. ولكن هذه القضية ليست بالجديدة، قد سمعنا عنها منذ سنوات. يعني تخبرنا كم عمر هذه القضية الحرب التي واجهتوها في محاكم الاحتلال؟ يعني احنا خضنا اكثر من 17 عام في المحاكم ل20 عام. طبعا كل المحاكم تقريبا احنا فزنا. هذه الارض هلا فيها بساط، وهذا طبعا وانبنى عليها سوار وانعملت وتطورت بناء على موافقة واتفاق مع بلدية الاحتلال على ان نعملها مواقف احنا كملاك، بشرط انه ما تروحش للمصادرة. بعد ما وصلنا لهيك مراحل وطورنا وقلنا اكثر من 10 سنين احنا بنستعملها في كموقف، إنا اجت شركه ماهي طلبت المصادره واتوافقت مع بلديه الاحتلال على هذا الموضوع، والتطورات من 2015 2016 2017 في المحاكم انشطبت في 2020 المحكمه بشهر 28/5 شطبت من محكمه المركزيه. شركه ماهي اعادت الطلب عن طريق محامي البلدية للبلدية، وكان في عرض من رئيس بلدية الاحتلال على أن نعملها موقف، وكان في موافقة، رفضوا وغيروا القرار وقالوا أن هذه في المخطط في سنة 99 أنها بتكون حديقة عامة وما بدناش إياها كموقف. فذهبوا كمان مرة على المحكمة المركزية، غيروا القاضي، والقاضي حكم لصالح المصادرة لصالح بلدية الاحتلال. طبعا ذهبنا إلى محكمة العدل العليا، وكانت الفاجعة اول يعني الليله، يعني فجر اليوم. نعم، لا فجر اليوم الساعه 1 صباحا، انه القرار كان لصالح بلديه الاحتلال للمصادره. طبعا بتعرفي انه التطوير على اصحاب الفندق والتعويضات بتنحط في صندوق المحكمه اللي هي برضه من اصحاب الفندق من اجل رفع نسبه البناء. طبعا هم لما في 2001 وضعوا 120 الف دولار، هي بسموها تنزيل قيمه، قيمة الأرض هم حولوها من البلدية، حولتها من سكن وتجاري إلى مرافق عامة، فوضعون. طبعا الملاك رفضوا يأخذوا هذا المبلغ،
وهذه قضية معاصرة وهي انتهت بطريقة مش يعني نتحدث عن يعني نهاية هذه القضية لصالح بلدية الاحتلال، هل هناك أي خطوات ستكون يعني في الأيام القادمة أو هل هناك أي حلول لاسترجاع هذه الأرض؟ يعني محكمة العدل العليا بالنسبة قرار نهائي بالنسبة إنه فيش بعده درجات للمقاضاة، لو كان في درجات أنا بروح، ولكن إحنا اللي عملوا هذا العملة احنا ما رح نتركهم، يعني رح نطالبهم بكل الوسائل عشائريا شرعا وطنيا، كل يعني الارض مقابل ارض. احنا وانا بحكي باسم الملاك لن نقبل يوم من الايام التعويض شرعا حرام وخيانه، وهذا موضوع مرفوض جمله وتفصيلا. الارض مقابل الارض، اخذ منا ارض وهو كان سبب مصادرتها بده يرجع ارض، والارض بنفس الموقع وهو بيعرف شو، وهذا الحكي احنا حكيناه وحكيناه مع كل اهله تقريبا ومع كل اهاليهم، وفي النهاية كمان الشركاء اللي معاه ببينوا، يعني الزمن كفيل انه يبين مين شركائه. نعم استاذ كمال عبيدات، شكرا لتواجدك معنا، وايضا سنحاول الحديث عن موقع هذا الحي، يعني معنا ايضا احد العائلات المقدسية سنحاول التواصل معه، ولكن نشاهد هذه الصورة المباشرة للأرض تبلغ مساحتها ما يقارب 4700 متر مربع، هذه المساحة تقع على مدخل حي الشيخ جراح. نتحدث عن الحي الذي يضم 28 وحدة سكنية مهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين. أيضا معنا هنا أستاذ زكريا عودة، أيضا أحد ملاك هذه الأرض. السلام عليكم، يعطيك العافية. أهلين، يزيدك عافية. نعم، أيضا من ضمن العائلات أيضا من أصحاب هذه الأرض المهددة بالمصادرة. بدأت تخبرنا عن هذا الموقع الاستراتيجي تقع فيه هذه المساحة من الأرض. يعني كما ترى هاي القطعة اللي هي 4700 متر هي على مدخل الجزء الشرقي، على مدخل ما يسمى بكرم الجاوني، العائلات الشيخ جراح المهددة بالإخلاء واللي قضيتهم مضى عليها 50 عام، يعني هي امتداد لمسلسل الاستيطاني، يعني هم ينوون إخلاء عائلات الشيخ جراح لجمعية نحلات شمعون الاستيطانية لإقامة هناك مخطط لإقامة مستوطنة، فهذه المصادرة يعني تحت عنوان ما يسمى بالمصلحة العامة، وللأسف أنه تمت المصادرة وقرار المصادرة بالمحكمة المركزية قبل عشرة سنوات أو أكثر، وحاليا تم الاستئناف للمحكمة الاحتلال المحكمة العليا، وبالأمس كان قرار برفض الاستئناف، بالتالي أكدت على قرار المركزية، وبالتالي هذا تم للأسف بناء على طلب شركة ماهي للفنادق في الشرق الأوسط التي يملكها مستثمرين فلسطينيين عبد الحكيم طوطح، وهذا تم بناء على طلبهم، ولكن في النهاية هي الأرض تم مصادرتها لبلدية الاحتلال، فهذا من أخطر القرارات والمخططات التي تستهدف حي الشيخ جراح. كما نعلم حي الشيخ جراح الجزء الغربي مستهدف، الجزء الشرقي كرم الجاعوني، عندنا كرم المفتي وبيت الحج أمين الحسيني ارتباطا بالجامعة العبرية، هذا المخطط الكبير الذي تنوي السلطات الاحتلال إلى تنفيذه في حي الشيخ جراح الذي يعتبر قلب القدس وامتداد للبلدة القديمة في مدينة القدس. يعني نحن نتحدث عن حي الشيخ جراح وهو يعني يعتبر الحامية الشمالية للمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، هذا الموقع الاستراتيجي الذي يستهدفه الاحتلال بشكل كبير، هذه الأرض تحديدا يقابلها ما يسميه الاحتلال بكنيسة يعني دعا أنه كنيسة اليهود باسم شمعون الصديق، يعني وهي من محاولات الاستيلاء التي يستخدمها الاحتلال على أراضي المقدسيين، وجود هذا ادعائهم بأنه هذا الكنيسة لهم واستيلائهم على هذه الأرض بإضافة إلى تهديد 28 وحدة سكنية في هذه المنطقة تحديدا، يعني كأن المنطقة بجميعها ستتحول إلى منطقة يهودية، تخبرنا عن هذا المخطط وخطورته. يعني احنا بنعرف استهداف حي الشيخ جراح زي ما حكينا بجزئيه الشرقي والغربي، يعني هذا الجزء الشرقي الذي زي ما تفضلت احنا بنحكي عن 28 عائلة، بس احنا بنحكي حاليا عن 60 أسرة هي مهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح، امتداد لكرم المفتي والجامعة العبرية، طبعا هاي عمليا امتدادا للبلدة القديمة، هذا جزء مما يسمى بمخطط الحوض المقدس. الحوض المقدس حسب المخططات الإسرائيلية يشمل البلدة القديمة، سلوان من الجنوب، والصوانة وجبل الزيتون من الشرق، والشيخ جراح من الشمال. هذا المخطط الذي ينوي الاحتلال ويعمل على تحقيقه، فهو يستهدف 5 أحياء
في سلوان إما بالإخلاء أو بالهدم. عنا حي البستان، عنا بطن الهوى، عنا وادي يصول، عنا عين اللوزة، وادي الربابة، وادي حلوة، كلها أحياء إما مهددة بالإخلاء، هناك قرارات إخلاء أو هناك قرارات هدم. وأيضا الشيخ جراح في من المنطقة الشمالية، فهذا جزء من مخطط من أخطر المخططات التي تستهدف مدينة القدس وتهدف وجود الشعب الفلسطيني في المدينة وتهجير سكانها، وهو جزء من سياسة التطهير العرقي التي تمارس بحق شعبنا في مدينة القدس. توجدك معنا أستاذ زكريا عودة، يعني إذن الموضوع ليس فقط مجرد أرض مهددة بالمصادرة، بل هو مخطط استيطاني كامل يحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك تحديدا لتحويل المدينة وكأنها يهودية، وهو بالتأكيد يعني ما يحاول به الاحتلال لجعل مدينة القدس وكأنها العاصمة اليهودية لإسرائيل، وهو بالتأكيد ما يرفضه الفلسطينيون مؤكدين أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.